السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أن الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال كما العادة. شكرا جزيلا لتعليقكم الأكثر من رائعة، واللي عنده شي ضائقة نفسية مادية اجتماعية كما كانت الله يفاجئها عليه والله يجعله من كل ضيق مخرجا. تكلمت معكم في سلسلة تحدي كراكيب الحياة، وما بغيتش نكتب كراكيب البيت، السلسلة سميتها بكراكيب الحياة لأننا غنتكلموا على الكراكيب بجميع أنواعها. وطرحت بعض المواضيع البسيطة وعطيتكم واحد النبذة على الأفكار ديالي وعلى التفسير ديالي الشخصي للتقليلية، ماشي كيفسروه المختصين أو لا ناس أو لا كل واحد. يعني كنآمن أن كل واحد خلق الله بواحد البصمة في الحياة، ما خصناش نكونوا تبعيين عندنا عقلية القطيع. يعني الرحلة اللي جايديني دائما كنسمع، انا براسي كنتابع ناس، كنسمع كنقرا كتب كان هذاك، ولكن دائما القرار كنكون انا سيدة القرار ديالي الوحيدة، انا سيدة القرار، انا اللي غنقرر شنو الحاجة اللي غتصلح لي وشنو ما تصلحليش. هاد السيدة استمعت ليها، انا اللي غنقرر واش كلامها غيناسبني ولا ما يناسبنيش. وهادشي اللي طرحته في الفيديوهات السابقة بالنسبة لكراكيب البيت، وتكلمنا على الكراكيب وكل واحد كينظلها من المنظور ديالو، وعلى التقليلية، وعطيتكم قناعة ديالي انا من ناحية التقليلية. انا التقليلية بالنسبة لي كما قلنا هذه كانت بين قوسين باش ندوزو الفيديو المهم، لاننا نتكلم على كراكيب النفسية. ما تفلتوش الفيديو لانه يكون جميل جدا وغيقيسك شوية ان شاء الله، ونحاولو دائما نطوروا من انفسنا ونطرحوا مواضيع اللي غتساعدنا باش نعيشوا واحد الحياة كريمة. كما قلت لكم بالنسبة لي انا كناخذ من اي شخص، قالك اي شخص يؤخذ منه ويرد عليه، بمعنى لان احنا كنبقاو بشر. المشكل فين عندنا؟ علاش الناس دابا ولات كتاخذ اي حاجة كلها او لا كتخليها كلها؟ هو اننا عندنا واحد المفهوم تاع تأليه البشر وتقديسهم. صافي غير فلان قريت انه كاتب كتكتب عنده كتاب، مجرد ما كتب كتاب يعني هو راه صافي شي حاجه، راه يقدر داك الافكار ديال الكتاب كلها ناخذها. لا، ممكن ناخذ كتاب بحال كتاب عبوديه الكراكيب، قريته انا وعندي البي دي اف ديالو خوتي. عبوديه الكراكيب انا خديت منه اشياء جميله، لكن واحد الاشياء اللي كتكلم على طاقه الملابس وطاقه داكشي حسيت ما مرتاحاش، حيت ما مناسباش وازعي الديني، فيها نوع من الشعوذه. ما غاديش نطعن في الكتاب كامل ونقول هذا الكتاب كله ما صالحش، وفي نفس الوقت ما غاديش نقول هذا الكتاب كله صالح. فهاد الكتاب خديت منه اشياء جميله وطبقتها في الحياه ديالي وكنبارطاجي مع الاخوات، ولكن واحد النقطه اللي فيها واحد النوع اللي انا شكيت فيها واحد النوع الشعوذه والخلل بعدت منها، فهمتوا؟ فاليوم ان شاء الله كما قلنا غنحاول نطرح لكم الكراكيب النفسيه بطريقتي انا، وغندخلوا في واحد السلسله جميله باش اخوتي اللي عندها شي مرض، وكنا مرضى راه كنا مرضى اخوتي واحد الجوانب، اللي عندها شي مرض تحاول تصلح حياتها. هذه هي الحاجه اللي غتخليك تزيدي للقدام، واتكلم من محط التجربه، لان راه رجع ساهل نحط حدايا دفتر وفاز الورد ونشعل الكاميرا ونبدا نعطي النصائح للناس ياك، ولكن راه الناس الحكيمه راه كتدخل لها الهضره، سبحان الله كيقول لك الكلام اللي كيخرج من القلب كيدخل للقلب، واش فهمتوا؟ راه ساهل باش تبدا تدوي، ولكن الناس ما مجرباش الالم، ما مجرباش شنو هو التخلي، ما مجرباش شنو هي الموت، ما مجرباش شنو هي الغربه، ما مجرباش شنو هي الغربه. اقصد بها ماشي فقط اللي في اوروبا، راه ممكن تكون في بلادك وتكون مغرب، واش فهمتوني؟ ما مجرباش العنف، ما مجرباش هادشي، وغتكلم وتقول لك عيشي حياتك وضحكي وديري وتانتي اللي ليها ليها، وما تديهاش الناس وما ديريش وما تعني، راه ما يمكنش، حيت انت ما جربتيش الالم تاع شي حويجات. فوقاش كناخذ من عند الناس اللي كيكونوا مؤلمين، هما دازوا في الالم، بحال شي واحد غيتكلم لي على الفقر، الفقر هو لاباس عليه، انت خويا ما جربتيش الفقر فما تهضرش معايا. ولكن واحد فقير غنشوفه معدوم ما عندوش، ساكن غير بواحد البيت وكوزينه، وغيجي يتكلم لي على الرضا وعلى الزهد، يقول لي الحمد لله، وانا كنشوف الحاله ديالو يعني هو راه عايش داك الوضع والحمد لله كيحمد الله، وتيقول لك حنا هذا، وتيهضر على الرضا، غنتقبل منه. علاش؟ حيت هو كيعيش داك الوضع، واحد لاباس عليه. وهادشي اللي وهذا هو الخطاب اخوتي اللي خلى بزاف الناس انها بدات حتى في الدين ديالها بدات كتهز شويه، لان معظم تقريبا واحد النسبه عاليه بالناس اللي كيديروا خطابات دينيه، اللي كيديروا داك الخطابات الدينيه شيوخ وعلماء، وواحد النسبه عدد كبير كيعيشوا واحد الرفاهيه،
كيعيش واحد رفاهيه في قصور وفيلل وسيارات، وكيجي يعني كيعرق الحياه واحد الشخص مثلا بسيط، وكيقول له لا خصك تكون قنوع وهذا، وكيهضر على الفقر وكيبدا يجبد الرسول ويجبد لك هذا. فالناس ما كتقتنعش، انت كتهضر لي على الفقر وانت واش عشتيه؟ انا غنهضر لك مثلا على شي حوايج انا ما عايشهمش، راه هادشي اللي كنحاول اخوتي، راني كنهضر معاكم محض التجربه التقليديه بالنسبه ليا ولا التجرد. انا راه دوازتو الحمد لله، ماشي في دار والدينا، دائما بين قوسين والدينا عيشونا احسن عيشه بالنسبه لذاك الوقت، الوقت ديالنا اللي كنا حنا مع المحيط ديالنا مع داك الحومه ديالنا كنا عايشين مزيان، ما عندناش وما خصناش، كانوا كيديروا وعلى حسب جهدهم حتى هما كانوا كيديروا داكشي اللي في الجهد ديالهم. يعني كتشوفي الاب ديالك كيخرج من 5 الصباح وكيضرب تمانه، وامك عاود مسكينه في الدار جالسه طيب عجن قابل خوتك، وتبارك الله ماشي ولد ولا جوج 8 النفوس، يعني كتقولي الحمد لله راه دار واحد المجهود جبار، ربما في ذاك الوقت ما كناش مقدرين ولكن دابا كنوعاو به. واش فهمتوني؟ ولكن انا المعاناه اللي عشتها انا تكبرت، يعني عاد بداو كيجيوك تحديات الحياه والحمد لله، الحمد لله عليهم، هما اللي كيجعلوا منك واحد الانسانه اللي مع الوقت كتبدا توزن الاشياء. دابا انايا باش نتكلم لكم باش يبقى في نطاق الكراكيب، بالنسبه لي انا الدار، حيت واحد الاخت كتبت لي قالت لي اسماء يمكن عندك مرض التعلق حيت قلتي اشياءك عزيزه عليك. شوفي حبيبتي انا ما بقيت متعلقه بتا حاجه لانني دزت واحد التجربه خايبه، نعاودك واحد النبذه منها. تصوري عندك دارك مفرشه، وداك الوقت زعما راني كانوا عندي جوج بلازمات، كانت عاد خرجت البلازما مفرشه بالصالونات بيوت نعاس بالاتات ديالها بمسائلها، عندي فيها ذكرياتي، تصاوري العرس، كاسيطات العرس كنت مره كتجبديها، حوايجك اللي عزازين عليك، المهم كلشي، الكوزينه كطيح بالماعن في 10 دقائق، 10 دقائق اخوتي، يعني معلم ما انا من حد امل زال كنقول كيفاش وقع داكشي. صافي الدار كانت كتحرق كامله، وكما قلت لكم الناس اللي كيعرفوني راه تتحرقوا 6 نتاع الديور تبر بنا في الجورنال كي كيقولوا في التلفازه وفي كل شيء. 10 دقائق يعني من تما في ذاك الوقت حسيت بواحد الالم عميق، ولكن خلاني انني كنقول اي حاجه اي حاجه قادره تزول لك في ثواني معدوده. فاش انا هربت بنفسي، هربت جريت غا وليداتي، حيت ديك الساعات بقات ما بقاتش كتبان لي بلازما والتلفازه والبيسيات اللي عندي والتليفون واللباس والماكياج وهذا، وليت كيبان لي غا ولادي نطير بهم ونهرب غير بجلدي. يعني وكتصبحي يعني 10 دقائق درتها لقيت راسي في الزنقه بحوايجي اللي كنت لابسه عليا بوليداتي مساكن صغار، ما عندك حتى حاجه، الا عندك شي ذهب راه بقى تما، الا عندك شي فلوس راه بقات تما، لا فلوس لا ذهب لا حوايج لا تلافز لا صالونات لا حتى حاجه. تما كتحسيت بالالم، ولكن وفي ذاك الوقت ربما في الاول يعني كتجي صعيبه انك تقبلي الوضع وداكشي لانك تجردتي، هذا هو التجرد الحقيقي، والو الحوايج اللي عليك فهمتي وماشي باختيارك، مازال دابا ملي كتلوحي الحاجه ولا كتخلي عليها الحاجه راك كتكوني انت اختاريتي واش نتخلى عليها، وما معلومه ما في خبارك ما الخلعه، يعني تجمعوا مجموعه الاحاسيس. ولكن هذيك القضيه، ودائما كنقول لكم اخوتي اي ابتلاء دابا اللي كتشوفي فيا عندك شي مشاكل زوجيه عندك مع وليداتك عندك في حياتك صحتك، صدقيني غيجي واحد الوقت تقولي الحمد لله على هذاك الشيء حيت علموني درس الحياه، الحمد لله اللي داك الساعات ما يعني كنا كنقولوا الحمد لله وداكشي، ولكن كان الالم، ولكن دابا تنقول الحمد لله كل ما وقعش داكشي ما كنتش غنتغير لي حياتي دابا دابا الافضل، الحمد لله ربي عوضني خير، وتعلمت ان اي حاجه نقدر نفقدها. فالا شفتوا عندي هذيك الاجابه الاخت اللي قالت لي يمكن عندك تعلق، انا ما كنتعلق بحتى حاجه، حتى الزوج ديالي كنقول في اي لحظه نصبح ما كاينش، ولادي ماشي ضروري كنقولوا غنتفارقوا داكشي، انا الحمد لله كنحاولوا جاهدين اننا ننجحوا هذه العلاقه ولو كيكون المشاكل داكشي كتحاولي تنجحيها من اجل الاولاد من اجل العشره من اجل مجموعه الحويجات اللي شاركناهم، ولكن ربما تجي الموت انا ما ضامناش، انا ناعسه في داري ويعيطوا لي على الصباح ووقعت ولا ما وقعتش، الناس يعيطوا لي يقولوا لي خلطي على راجلك راه في السبيطار، تمشي تلقاي مول الامانه دا امانته كي كنقولوا، واش انا ضامنه؟ انا دابا كنهضر معاكم كما كنقول لك دابا، ربما هذا الفيديو ما يوصلكش كاع، ربما يوقع لي شي سبب ولا طح عليا شي حاجه ولا يجي شي زلزال والله اعلم. حنا الحمد لله ماشي سلبيه، ما كنبقاش جالسه خايفه لا غيموتوا غيديروا وحارمه راسي، هذاك هو اللي كيكون مشكل، ملي كيكون عندك الخوف والتعلق
وفي نفس الوقت شنو كيدير لك داكشي، كتبقاي جالسه ما قادره ديري حتى حاجه. انا عارفه هاد الدار اللي عندي واللي كان قادها واللي كان فرشها ما هي الا اشياء زائفه، والحمد لله تنقرا وتنحاول نطور الوازع الديني ديالي، وتنقول بان يوم حنا يوم عندنا كالف سنه مما تعدون. يعني بزاف الناس يعني قالوا 100 عام، الا حسيتي 100 عام كانك عشتي 3 ساعات. 100 عام يعني في العمر ديالنا عند الله كانها 3 ساعات. يعني الدنيا ما هي الا متاع الغرور. انا الحمد لله واعيه بهذا الشيء، ولكن ربي سبحانه وتعالى قال لنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انا عايشه ما عرفتش راسي واش غنموت في 40 ولا في 50 ولا في 60 ولا في 100، ولا غنكبر تنولد ولاد ولادي وانا عايشه وما يمكنليش ننزع الروح ديالي. انا ربي عاطيني الروح، طالما عاطيني الروح كنعيش كل وقت. دابا عندي وليداتي مفرشه دويرتي، مقاده لهم صوبه لهم السجيد ديالهم، مقاده لهم مهيئه لهم مكتبه في الدار، بلاصه فين يلعبوا، بلاصه فين يجلسوا، بلاصه فين يتفرجوا، على حساب ربما منين يكبروا ما يبقاش هذا الشيء. ربما المهم عيشي اللحظه وما تتعلقيش بالاشياء. فانا حبيبتي ما عنديش تعلق. غنقول لك واحد الحاجه، انني كما قلت لك راني عاودت لك التجربه اللي عطيتك واحد النكته بسيطه، اما الالم ديالها في داك اللحظه ما علم به غير الله. راه ماشي ساهله تصبحي دابا اي واحد يحط راسه في الموقف غيحس ياك. ولكن كما قلت لك علمتني، بكيت على تلفزتي وبكيت على حوايجي وبكيت، ولكن دابا عطاتني درس حقيقي لان عرفت مدى الالم. فتا حاجه ما تبقى فيا. وواحد الحاجه مستعده لها، حنا كنبقاو في بلادات الناس، وبغيت نصيحه لاي اخت اللي يعني كتعيش في الغربه، انت في بلادات الناس. ربما انا كنقول يوم من الايام، انا حاليا الحمد لله كنمارس ديني كي بغيت، ووليداتي كذلك كيمارسوا دينهم كي بغاو. كنصوموا، كنعيدوا، كنديروا ذبيحه العيد، كنمشيو المساجد، كنلبسوا حوايجنا مستورين، بنتي كتمشي مدرسه. ما عندناش، انا كاسماء، هذا ما كيعنيش ان البلاد كلها ما فيهاش هادشي. انا كاسماء ربي من عليا وعطيني واحد الفضل، الحمد لله والشكر لله، ومخليني عايشه واحد الجو انا سيده القرار ديالي حاليا في الحياه ديالي. ولكن دايره في الاعتبار ديالي، ربما يجي واحد النهار ويجيو يضايقوني مثلا في الدين ديالي. انا كتبقاي في بلاد اجنبي محقهم، هذه بلادهم يديروا اللي بغاو، انا كنامن بحريتهم لان بلادهم. يجيو يضايقوني دينيا، يضايقوني في ولادي، وهادشي راه كيوقع لبزاف الناس. توقع شي مشكل توقع، فانا مستعده في اي لحظه نترك كلشي ونبدا حياه جديده عاود اللي غتناسب المرحله الجديده. اذا ملي كيكون عندك هذا الفكر فانت ما كتعلقيش بالاشياء. اين هو التعلق؟ التعلق هو اللي الناس مثلا عايشين، مثلا نعطيكم واحد النموذج، كاين الناس عايشين في الغربه هنايا، حيدوا لهم ولادهم، منعوهم يمارسوا دينهم، لان كيوقع مشاكل، كتكون تا اخطاء نتاع الاشخاص. ولكن ربما كطيحي في شي ناس عنصريين، شي ناس كيلعبوا بك شي لعب، شي ما نعرف، راه كتوقع. لان وهذه تكون اجابه لواحد الاخت قالت لي اختي كي دايره العيشه في اوروبا، راني بغيت نجي لاسبانيا، ولكن قالت لي راني انت اللي مشجعاني حيت كنشوفك عايشه مزيان. انا حيت ربي يمكن في الظن عطاني هذه الكرامه، واش فهمتي؟ بحال شكل مثلا الزواج، وحده عطيها راجل زوين ووحده خايب، وربما يكونوا خوت، وربما واش فهمتي؟ حتى انا ربي عطيني حاليا الحمد لله، وهذا فضله، والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. الحمد لله كنحاول نجاهد وكندعي وكنقول يا ربي لما تعطيني الافضل، وكنخدم على راسي، وهذا ربي مهيئ لي الجو وكارمني. وربما مسكت الناس عليا، ما كيديروا لي عنصريه، كنمشي في ديني ربما، فهمتي؟ ربي اللي مهيئ لي هادشي، ماشي انا دايره غير مجهود، ولكن ربي مهيئ لي. وحده اخرى عايشه في نفس المنطقه مثلا اللي انا ديالي، تتعرض للمضايقات، ربما العنصريه، ربما تابعوها تحيدوا لها ولادها. ربما انا كنقول الناس اللي كيعيشوا هذه المضايقات وباقيين في هذه البلاد، هذا غير نموذج التعلق، فهم اللي عندهم التعلق. انا اي بلاصه ولا اي شخص ولا اي حاجه اللي غدير لي ضرر نفسي كنتركها وكنصحكم بها خوتي. وراه كما كنقول نكررها المره المليون، كنهضر بمحض التجربه، ماشي غير داويه خاويه ولا ما عارفه شنو هو الالم. تالمنا وبكينا بوحدنا وما لقيناش اللي يمسح لنا دموعنا كي كيقولوا، ما لقيناش اللي يقول لك حاسس بيك ولا ويعنقك ولا بكي وطيحي ونوضي ومسحي حالتك وغسلي ونوضي غسلي وجهك ونسيري الكوزينه طيبي للولاد وعادي، ولا سيري شربي شي فنيده وسيري ضربيها بنعسه وعاود نوضي عادي. يعني مطالبه فقط بالمسؤوليات ولكن في الاحاسيس ما كتلقايش حتى اللي يحس بيك، ومع ذلك مستمرين
راه ماشي زعما راه لقيناها واجده ولا راه داز عليا اخوتي باش كان هذاك، ولكن انا لقيت من اسباب النجاح هو الانسان انه تنقي الداخل ديالو، يحيد الكركبه. وبديت لكم بالتعلق، وما كاينين مجموعه نتاع الاشياء اللي خاصنا نتخلاو عليها، اللي خاصنا نتخلاو عليها ونخدموا عليها. التعلق كاينه، النميمه لان حتى هي غير مرض، كاين الشكوى الدائمه، الناس السلبيين، الناس اللي متشائمين اللي كينزل عليك الضيم كي كنقولوا كينزل عليك العقص، هذاك الاحساس الدائم بعدم الرضا والاكتفاء. دائما كاينين الناس واخا ما عاد شنو يكون عندهم، راه خصك تنقي داك الشيء في الداخل ديالك. الحسد، الغيره تابعه، واخا انت عطيك الله جميع النعم كتلقاكي حاضيه وحده اخرى شنو دارت، شوفي راجلها، شوفي شنو عندها، شوفي شنو حاضين عباد الله. يعني واش فهمتوا هذوك الثرثره العقليه؟ بنادم يعني دماغه عامر ما كينعش، كيبدا غير يهضر تفكير زائد، الوسواس، هادو كلهم واحد الكراكيب نفسيه روحيه اللي خصنا نخدموا عليها، حيت الا ما خدمناش عليها ما نزيدوش لقدام اخوتي. واش وحده محسده غتزيد لقدام؟ واش وحده عندها هنايا عدم الرضا وعدم الاكتفاء غتزيد لقدام؟ واش وحده اخرى نهار وما طال وهي كتنمم في عباد الله وشاغله راسها بالناس غتزيد لقدام؟ واش وحده اخرى ما كيهدنش دماغها، ما كتنعش، راه كاين الجسد كينعس والدماغ كتحس به كيبقى خدام 24 ساعه، شنو غندير شنو غنفعل، الخوف من المستقبل، عندك يديروا لي، عندك يفعلوا لي، عندك تبعوني، واقيلا انا مرضت حيت عينوني، واش غتزيد لقدام؟ هادو كلهم كراكيب نفسيه، كخص كل واحد يشوف شنو الكركبه ديالو. انا بديت لكم بالتعلق، التعلق اخوتي بالاشياء خصك تحطي في الاعتبار ديالك، اي حاجه في اي لحظه تقدر تمشي. انا تعلمته درس ماشي بالقول، انا تعلمته بالفعل، تحرقات لي داري، تجرت، بقيت بتا شي حاجه، بتا شي حاجه، وحمدت الله سبحانه وتعالى اللي ربي خلى لي وليداتي. كان في داك اللحظه يقدر حتى داك الولاد كان تحرقوا ومشاو الزوج ونبقى هكاك نتجرد من كل شيء. الحمد لله تجردت غير من الاشياء الماديه، وكتقصح راه واخا الاشياء الماديه كتقصح، راه كيبقى فيك الحال، راه ما عندهاش علاقه واش انت ماديه ولا لا، راه كيبقى فيك الحال على حاجتك. مشاو لي كما قلت لكم تلفازاتي وحوايجي وفراشي وذكرياتي وتصاوري كيقصحوا، ولكن كتقولي الحمد لله اللي مشاو غير الحوايج وما مشاوليش الاولاد. واش فهمتوني؟ عاود كان مشاو وتقاسيت، عاود كما كنقول لك في ولدي، فاش انا ولدي يعني مفارقين واحد المده 10 سنين، راه كنعرف اش كنقول. ملي كتجي شي ام كتقول لي اختي دعي لي باش ربي يجمع شملي مع بنتي، راني مفارقه مع بنتي، راني بنتي كنشوفها غير مره في الاسبوع، راه تنبدا نواسيها بطريقتي وتنعطيها بعض الافكار اللي من محض التجربه، راه 10 سنين ما شفتش ولدي انا، حتى نسيتو في وجهه، حتى نسيتو، ما كاين لا في واتساب لا في كاميرا لا في تصاور لا حتى شي حاجه، ما كنهضرش معاك بعدويه. واش فهمتيني؟ كما قلنا التعلق، ما تعلقي بتا حاجه حيت ما ضمنا انت حتى حاجه، ولكن كيخصك تخدمي على واحد النقطه اخرى هي التفاؤل بالحياه. ماشي انني مثلا ما ضامنا حتى حاجه غنجلس نقول وصافي علاش نخدم، علاش نخدم، هاد الدنيا غير دايزه، وعلاش غنربي الاولاد حيت يقدروا يموتوا ولا يقدروا يمشيو يسمحوا فيا، علاش اختي غنعطي، راه كاينين الناس اللي عايشين بهذا الفكر، كتقول لك اختي علاش انا غادي نتهلا في راجلي، اختي راه ربما يمشي اي راجل كيخون، راه يخونني اختي يمشي عند واحد اخر، انا مالي نتهلا في راسي. وكاين امهات اللي وصلوا لهم هذا الفكر المسموم، كتقول اختي علاش نتهلا انا في الاولاد ونكبرهم ونحرص عليهم، دابا يكبروا اختي ويمشيو بحالاتهم يمشيو عند عيالاتهم بقى انايا مريضه. لا، ما كنتعلقوش وكيما كنتخلاوش على الحياه، لان الروح كتطلع فيك وتهبط، وطالما الروح طالعه هابطه اعملي خدمي واسي واحد الحياه كريمه باش تلقاي، باش تلقاي الله وباش تعيشي نيت مرتاحه. وما نزيدش نطول عليكم لان حسيت بهذا الموضوع ما كنتش راكزه فيه 100%، لكن تكلمت بالجوارح ديالي اكثر ما تكلمت بالعقل، ربما تلقاو نقاط غير منظمه. فغنختم معكم اخوتي، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. شكرا لكم.